اول حاجه هتكلم عليها هي الميكانيكال فنتليتور فانكشنال دايجرام. اول مرحله في الميكانيكال فنتليتور هي مرحله الجاس ميكسينج. بيدخل عندنا هنا الاكسجين والاير، بيبقوا جايين لنا كومبريست عند 4 بار من الميديكال جاس سبلاي، او لو كان ما فيش عندنا ميديكال جاس سبلاي بيبقى عندنا الاير جاي من كومبريسور والاكسجين جاي لنا من عندنا سيلندر. بيطلع لنا هنا بعد كده الجاس ميكشر عند 4 بار، برضو حوالي 4 بار. بيدخل هنا على الكنترول ديفايس اللي احنا بنسميها الانسبيراتوري فالف، هي دي اللي بتتحكم في كميه الهواء والبريشر اللي داخل بعد كده للمرحله اللي رايحه للبيشنت. بيبقى في عندنا طبعا فلتريشن، وبيبقى في عندنا طبعا حاجه زي هيت اند مويشر اكسشينجر علشان يخلي الهواء اللي رايح للبيشنت بيبقى فيه رطوبه، وفي الوقت نفسه بيبقى يعني الى حد ما بيبقى وورم، نفس درجه حراره البيشنت او اقل شويه صغيرين علشان ما يأذيش البيشنت. بعد كده الهواء بيخرج من البيشن بيروح عندنا برضو لفلتر. الفلتر ده عادة بيبقى موجود، ممكن يبقى امبيدد جوه الهيت اند مويستشر اكسشينجر، يعني ممكن الاثنين دول يبقوا حاجة واحدة. وبعد كده بيبقى في عندنا فالف تاني، الاكسبيراتوري فالف ده اللي احنا بنتحكم بيه في البيب، او اللي هو البوست البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. بعد كده الهواء بيخرج من الاكسبيراتوري فالف للاتموسفير. طبعا الكنترول على البروسيسز دي كلها بيحصل من مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر ده بيبقى عنده مجموعه من المونيتورز والالارمز. بيبقى في عندنا سنسورز وفي عندنا سيتنجز جايه من اليوزر لمجموعه الارمز عشان تقدر تتحكم في الاوبريشن بتاع الجهاز. ممكن ان احنا نقسم المراحل المختلفه لتكوين الجهاز لاربع حاجات. في عندنا الجاس ميكسينج، مرحله الجاس ميكسينج دي مرحله مستقله وممكن تبقى اكشوري اكسترنال ديفايس في بعض الاجهزه. في عندنا انسبيراتوري ليمب اللي هي فيها التحكم في الويف فورم اللي رايحه للبيشنت، كميه البريشر، كميه الفلو، وطبعا منها بنقدر نحسب الفوليوم، وطبعا شكلها عامل ازاي وطريقه البريذنج سيكونس نفسها عامله ازاي بنقدر نتحكم فيها. في عندنا البيشنت انترفيس، هو عباره عن الكيبلز او التيوبس اللي هي رايحه من الجهاز للبيشنت انكلودنج الماسك. في عندنا الاكسبيراتوري ليمب هو الجزء اللي خارج من البيشنت بعد كده رايح للاتموسفير.